السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كيف حالكم شباب؟ إن شاء الله بخير. معكم كالعادة علي قعيشي من مدونة مجهول معلومات محترف للمعلوميات في حلقة جديدة سنتعرف من خلالها على موقع فراس جيف. هذا الموقع الذي يسمح لك أحبابي في الله بمعرفة أكثر الدول المتفاعلة مع صفحتك وكذلك عدد اللايكات التي تحصل عليها من هذه الدول في أحباب في الله، في يعني تحليل منهجي أحباب في الله وكذلك تحليل معمق أحباب في الله سيعجبكم بالتأكيد. فإذا كنت تمتلك أي صفحة على الفيسبوك فتستطيع يعني إحصاء جميع هذه الأمور أحباب في الله بكل سهولة فقط بوضع رابط صفحتك على الفيسبوك على هذا الموقع، ثم مباشرة يعطيك تقرير كامل أحباب في الله على أكثر الدول التي تزور صفحتك، أكثر الدول المتصفحة أو المتفاعلة مع صفحتك على الفيسبوك وأمور أخرى ستكتشفها أحباب في الله. فهذا الموقع ستجده أسفل الفيديو في التدوين أحباب في الله، أسفل الفيديو الشرح، بعد الضغط عليه تتخطى الإعلانات بعد 5 ثوان، ثم ينقلك إلى هذا الموقع كما تراه أحباب في الله، رؤى الصفحات من حيث عدد إعجابات الصفحة. فما عليك أحباب في الله سوى كتابة اليوزر نيم الخاص بصفحتك، يعني اسم المستخدم الخاص بصفحتك أحباب في الله. فعلى المهم سأقوم بكتابة أي اسم، مثلا أقوم بكتابة اسم صفحتي، أمر إليه من خلال يعني الموقع كما تلاحظ، أقوم بنسخ هذا اليوزر نيم أحباب في الله، أضغط على كوبي، مباشرة بعد ذلك أقوم بوضعه هنا كما تلاحظ، ثم مباشرة بعد ذلك أقوم بالضغط على انوايز كما تلاحظ أحباب في الله هنا، ثم أنتظر حتى يتم يعني فحص صفحتي على الفيسبوك، ثم سيعطيني بعد ذلك تقرير رائع أحباب في الله. فكما تلاحظ الآن تم يعني نقلي إلى التقرير، فكما تلاحظ يعني يعطيني يعني عدد اللايكات والدول المتفاعلة مع صفحتي على الفيسبوك. فكما تلاحظ أحباب في الله يعني إجابت عدد اللايكات هو 1.81 إعجاب. فأشكر كل الناس أو كل السكان أو الإخوة الموجودون أو جنسيتهم مصرية، فأنا أحب المصريين كثيرا جدا أحبابي في الله، وأفتخر بكوني عربي مثلهم أحبابي في الله. فدولتي المغرب وهي ثاني دولة حوالي 65 لايك، أيضا تحية لأهل المغرب، ثم تحية للجار الجزائري أحبابي في الله ب27 لايك وإلى غير دول أخرى أحبابي في الله. فكما تلاحظ الآن يعطيك يعني أيضا عدد الدول أو أول الدول المتفاعلة مع صفحتك إذا أردت تشغيلها على شكل تخوات دي كما تلاحظ أحبابي في الله، يمكنك تشغيله على هذا الشكل. ثم كما تلاحظ ايجيبت يستغل مساحة كبيرة احباب في الله، بعدها المغرب، ثم الجزائر، ثم يعني العراق، ثم فلسطين يعني الحبيبة، ثم جوردن والى غير ذلك احباب في الله. فهذا هو الموقع، اتمنى ان تكون قد استفدتم منه. لا تبخلوا علي بمشاركة القناة وكذلك زيارة مدونتنا الرسمية مدونة مجهول معلومات محترف، وكذلك زيارة مدونة او موقعنا او الاشتراك مع قناتنا على اليوتيوب قناة مجهول معلومات محترف، فقط من خلال الضغط على اشتراك من هنا احباب في الله ليصلكم كل جديد الشروحات والدروس أحبابي في الله. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.